السلام عليكم يا شباب، حياكم الله منورين البث. انا فتحت قناه جديده وان شاء الله راح ابث فيها لمده تقريبا 90 يوم من اخذت كوبرايت. عندي كوبرايت ما اقدر ابث في القناه القديمه، فسويت قناه جديده وحياكم الله. راح احط رابط القناه الجديده في الوصف، واتمنى كل اللي يشوف يشوف المقطع يجي. العموم يعني لا حول ولا قوه الا بالله، كل شيء بقوة الله يعني. وانا فاتح بث الحين، يعني يوم ما توصل لك الفيديو اعرف ان فاتح بث الحين. روح انزل الوصف تلاقي الرابط موجود، وراح اسوي كعرض اول راح احط اسم رابط البث حاليا، راح احطه بالشات، راح يكون في شات في البث الاول في القناه القديمه. فاتمنى الكل يجي، حياكم الله نورتونا.